النبي صلى الله عليه وآله يأخذ هذه المكانة، لأن النبي على حد تعبير بعض فقهائنا النبي لشان الله، النبي لشان الله، مثل ما القرآن الكريم كلام الله، النبي صلى الله عليه وآله ما ينطق عن الهوى، ما ينطق إلا عن الوحي، فهو لشان الله. واللي يحتل هالمكانة ينبغي أن يأخذ الإجلال والاحترام والتكريم. ولذلك احنا نشترط شروط عجيبة، يعني احنا لما نمر بسيرة النبي صلى الله عليه وآله نكرم غاية التكريم، غيرنا لا قد يصور الكيا واحد من رعاة الإبل يقول لك الضايق من البول وقف ورا ما شنو باله هو واقف والبول يتناثر عليه، مثلا من النوع، ويجي يدعي الغيرة على النبي ويدعي الغيرة على عرض النبي. شو تصور رسول الله؟ انت جاي تصور انه يجوز عليه الشهوة، يجوز عليه النسيان، يجوز عليه ان يصنع الشيء الفلاني، يجوز عليه ان يصنع شو فيما يخص السيرة. وأجل أدعوكم إلى أن تقرأوا، اقرأوا السيرة الحلبية، اقرأوا سيرة ابن هشام، اقرأوا هالسير هاي كلها. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. الآية أيضا أكو بها إيماء إلى أن الإنسان نفسه عزيز عليها ويحرص عليها. النبي صلى الله عليه وآله أيضا أحرص على المؤمنين من أنفسهم، يعني مو لما الله عز وجل يعطيها الولاية ما راح يفرط بها الولاية، لا بالعكس، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، يعني يحمل لكم من الرقة والرحمة أكثر مما تحملونه لأنفسكم، يعني هو أولى من هالناحية، لأن الله عز وجل أهله لحمل هذا العبء، لحمل هذه الرسالة.